أهلا بك. والدة فرح الهادي تفجر مفاجأة حول اتهامها بالسحر ضد ابنتها. كشف الصحفي نايف الشمري عن تفاصيل مكالمة هاتفية جامعة بينه وبين والدة فرح الهادي لرد على الاتهامات التي وجهت لها مؤخرا بممارسة السحر ضد ابنتها. بينهم وأوضح نايف الشمري في فيديو نشره على تطبيق سناب شات أن والدة فرح الهادي وشو الهادي نفت كافة الاتهامات التي وجهت لها من ابنتها وزوجها عقيل الرئيسي، وتابع قائلا: تواصلت مع والدة فرح الهادي ونفت كل الشائعات التي طالتها بسبب قصة ابنتها وزوجها عقيل الرئيسي. ولفتت والدة فرح الهادي خلال حديثها إلى أن القصة التي رواها عقيل وابنتها كان الغرض منها تصدر الترند فقط. طبعا والدة فرح الهادي نفت كل السوشيال ميديا، يعطيكم العافية. وعلق نايف الشمري: والدة فرح الهادي نفت كل الأمور وأنها ليس لها علاقة، وأن اتهامها بموضوع السحر ليس له علاقة به، وأن كل الموضوع غرض الشو الترند. وأكد نايف الشمري على ما أعلنت عنه شو الهادي من لجوء والدتها إلى القانون برفع قضية ضد الاتهامات التي وجهت لها قائلا: والدة فرح الهادي لجأت إلى القانون والقانون سيأخذ مجراه. وشاركت شو الهادي صورة تظهر والدتها وهي تحمل بيدها ظرف خلال توجهها لجمعية المحامين بالكويت. على الصورة كتبت شو: حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق. ومنذ قليل شاركت فيديو أيضا عبر سناب شات من دون صوت يظهر يد والدتها وهي تشرح للمحامي ما حصل معها على ما يبدو، ولم توضح شو أي شيء له علاقة برفع قضية على عقيل، وإنما ألمحت من خلال نشرته أن والدتها ستحسم أمرا ما يحصل من خلال القضاء. وذهبت تحليلات الجمهور إلى أن والدة فرح الهادي وشو ستقوم برفع دعوى قضائية على عقيل بعد الاتهامات التي وجهها لها مؤخرا من خلال قصته التي بدأها منذ أيام على تويتر. من جهة أخرى شارك عقيل صورة مع فرح على تويتر من جلسة تصوير على ما يبدو احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية الذي كان أمس 10 أكتوبر معلقا: يا صحتي النفسية.